في المقام الأهوازية رقم 11 يقول بديع الزمان الهمذاني من سلسلة مقامته: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بالأهواز في رفقة متى ما ترقى العين فيهم تسهلي. قال صاحب الهامش: ترقى من ترقي تسهل، تنزل إلى السهل، يريد أن النظر يتعلق باستجلاء محاسنهم. عند الهامش الأستاذ محمد حسن مصطفى: ليس فينا إلا أمرد بكر الآمال، أو مختط حسن الإقبال، مرزو الأيام والليال، فأفضنا في العشرة كيف نضع قواعدها، والأخوة كيف نحكم معاقدها، والسرور في أي وقت نتقاضاه. في الهامشة يقول: نستوفيه، والشرب في أي وقت نتعاطاه، والأنس كيف نتهاداه، وفائت الحظ كيف نتلافاه. التلافي معناها الاستدراك في هذا السياق. والشراب من أين نحصله، والمجلس كيف نرتبه. فقال أحدنا: علي البيت والنزل، النزل القراء طعام الضيف، واضح أن هنا تخطيط للمعصية. والشراب من أين نحصله، والمجلس كيف نرتبه. فقال أحدنا: علي البيت والنزل، وقال آخر: علي الشراب والنقل. النقل ما يتفكه به من جوز ولوز وبندق ونحوها. ولما أجمعنا على المسير استقبلنا رجل في طمرين، الطمران مثنى طمر، وهو الثوب الخلق البالي، هكذا قال صاحب الهامش، في يمناه عكازة وعلى كتفه جنازة. فتطيرنا لما رأينا الجنازة، وعرضنا عنها صفحة، وطوينا دونها كشحة. الكشح ما بين الخاصرة والضلوع، طوينا دونها كشحا، تركناها وأعرضنا عنها. هذا معنى الكلام. فصاح بنا صيحة كادت لها الأرض تنفطر، والنجوم تنكدر، تنفطر الأرض أي تنشق، وتنكدر تتناثر. وهذا ينظر إلى صورة تكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخره. وقال: لترونها صغرى. الصغر هو الذل، مصدر أريد به اسم الفاعل، صاغرين أذلة. لترونها صغرا أي يهددهم بالموت، طال الزمن أم قصر. ولتركبنها كرها وقسرا، ما لكم تطيرون من مطية ركبها أسلافكم، وسيركبها أخلافكم، وتتقذرون سريرا وطئه آباؤكم، وسيطأه أبناؤكم. أما والله لتحملن على هذه العيدان، أي الناش، والعيدان خشاب الناش، إلى تلكم الديدان، ولتنقلن بهذه الجياد إلى تلكم الوهاد. الجياد النعوش، استعارة صريحية، والوهاد القبور. وهذا من بلاغة بديع الزمان الهمذاني: ويحكم تطيرون كأنكم مخيرون، ويحكم، وي شرحها هنا بويلكم، وليس كذلك عند التحقيق، ويح تقال للتحبيب، لكن ويلكم كلمة العذاب تهديد، ويحكم ينصحهم لأنه تحبب إليه، كلمة عذاب بمعنى حلول الشر. تتطيرون أي حذف التاء للتخفيف، أي تتشاءمون من منظر الجنازة، وكأن موردها بالاختيار لا بالإجبار. ومعلوم أن الموت مصير كل حي. تتكرهون كأنكم منزهون، قال الشارح كأنكم منزهون، كأنكم مبرؤون من الحتف. هل تنفع هذه الطيرة يا فجرة؟ قال عيسى بن هشام: فلقد نقض ما كنا عقدناه. في الشرح: ما عقدناه، ما نوينا أن نفعله من القصف والله، وهذا ما كنت قلته قبل. كانوا يخططون للفجور. وأبطل ما كنا أردناه، فملنا إليه وقلنا له: ما أحوجنا إلى وعظك، وأعشقنا للفظك، ولو شئت لجبت. قال: إن وراءكم موارد أنتم واردوها،
وقد سرتم إليها 20 حجة. في الهامش السادس: حجة بكسر الحاء سنة. لهم 20 سنة يغذون خطاهم إلى الموت لأنهم أبناء 20، ومن كان ابن 40 فله 40 سنة يسعى إلى منتهى، وهكذا. يقول شعرا: وإن امرأ قد صار 20 حجة إلى منهل من ورده لقريب. ومن فوقكم من يعلم، ولعل هذا الشعر تمثل به، ولعله له، الله أعلم، ينظر الأمر في شراح المقامات وهي موجودة. ومن فوقكم من يعلم أسراركم، ولو شاء لهتك أسراركم، يعاملكم في الدنيا بحلم، ويقضي عليكم في الآخرة بعلم، من قضاء والحكم بالجنة أو بالنار. من أدخله الجنة فبرحمته، ومن أدخله النار فبعمله. فليكن الموت منكم على ذكر. أنا أعرفها عند العلامة محمود شاكر رحمه الله: فليكن على ذكر، برفع الزال، ولكن هنا ضبط هذا الرسول بكسر الزال، ولعل فيها وجهين، ويبقى أن الذكر أبلغ، لأن العلامة محمود شاكر كان يتخير هذه الأمور، كان صير فيه ناقدا بصيرا فيه في الضبط، وصنوه علي الطنطاوي وأستاذه الرافعي: لئلا تأتوا بنكر. قل ومتى، معناها متى كان الموت منكم على ذكر فلا تأتوا بنكر. يقول الشارح: النكر هو المنكر، فإنكم إذا استشعرتموه لم تجمحوا. جمح الفاص عتى عن أمر صاحبه، واستعصى عليه. يقول: من أكثر من ذكر الموت انتفت عنه المعاصي وأسباب الغفلة. استمروا في المتن: ومتى ذكرتموه لم تمرحوا. السجع تجمحوا تمرحوا، سرا على السجع، ولكن المعنى ليس عبثا. المرح شدة الفرح والعجب والاختيار. وإن نسيتموه أي الموت فهو ذاكركم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أذكرني هذه الآية الكريمة. وإن نمتم عنه فهو سائركم، آخذ بثأره منكم. وإن كرهتموه فهو زائركم، قلنا فما حاجتك؟ قال: أطول من أن تحد وأكثر من أن تعد. قلنا: فسانح الوقت، يعني السماح عرض سهل وتيسر، أي ما حاجتك الآن؟ قال: رد فائت العمر ودفع نازل الأمر. حاجته إعادته إلى أول حياته، ورده إلى أيام نشأته، ووقايته من الموت، هكذا شرحها أستاذ. قلنا: ليس ذلك إلينا، هذه من الفصاحة العربية، ذلك إلى الله، ولكن ما شئت من متاع الدنيا وزخرفها. قال: لا حاجة لي فيها، وإنما حاجتي بعد هذا أن تخذوا بالدال المهملة، يسمى جمع تخذوا تاء خاء دال واو ألف، تخذوا أكثر من أن تعدوا. شرحها: الوخد الإسراع مع توسعة الخطو الهرولة، يطلب منهم العمل بما سمعوا منه أكثر من ترداده. وبعبارة أخرى ينصحهم أن يكونوا من أهل أعمال لا أهل أقوال والسماع فقط. فدنوت إليه، فإذا القائل هنا هو عيسى بن هشام صاحب الرواية في المقامات كما قد تقرر من قبل. فدنوت إليه فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري. انتهى.